بس نروح لنادي الاهلي في الجزيره ونروح لزميلنا كريم احمد نطمن على استعدادات الاهلي لفاركو، نطمن على سكواد النادي الاهلي. يعني فرصه لالتقاط الانفاس، ده يمكن واحد من مكاسب الغاء مباراه الزمالك اللي كنا نتمنى انها تتلعب، لكن اعتقد انه الجهاز الفني اعتقد استفاد بالفرصه دي على افضل ما يكون. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولضيوفك الكرام وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. امبارح وبدلا من المباراه اللي كان الملايين منتظرينها، التدريبه يمكن او مستر مارسيل كولر قرر ان هو يعمل او يستبدل التدريبه بتراي ماتش، النهارده استعدادات لمباراه فاركو، نطمن منك اجمالا على التحضيرات والاستعدادات ونعرف منك برضو اخر التطورات فيما يتعلق بسكواد النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا زي ما قلنا كان قرار جيد جدا من الجهاز الفني بقياده كولر ان يكون في تراي ماتش. الحقيقه كان شكل كامل بالنسبه للمباراه، كان امر مهم جدا. انت ماشي بشكل مضغوط شويه بالنسبه للمباريات، فكان لابد ان انت تستمر في هذا الشكل. كان في ضغط المباراه الفتره اللي فاتت، لكن ما كانش ينفع يسقط منك مباراه قويه فيها 90 دقيقه كان فيها كل الحماس والجديه اكيد بالنسبه لمباراه الزمالك. عشان كده مستر كولر قرر ان يكون في تراي ماتش، كان مهم جدا والحقيقه كان في مكاسب عديده جدا. المكسب الاول بالنسبه للجهاز الفني ان انت اطمنت بشكل كبير على اسامه ابو علي بالنسبه لمشاركته في تراي ماتش، في التحامات وفيها اشتراكات زي ما قلنا، فيها امور بتدي انطباع كبير جدا على الجهازيه الطبيه والجهازيه الفنيه الحقيقه ليه وسام ابو علي. ان شاء الله باذن الله تكون قوه كبيره جدا كعادته بمشيئه الله في مباراه فاركو، مباراه مهمه ومباراه صعبه في ضغط كبير جدا، وعندك كمان يعني الرغبه المتجدده لفاركو، عنده اداء مميز قدر ان هو يفوز على الاتحاد المباراه الاخيره. عشان كده اي فريق زي ما قلنا بيقابل النادي الاهلي هو بيقابل يعني بطل القرن ونادي القرن، بيقابل قيمه كبيره جدا، بتشوف في شكل مختلف تماما في كل مباراه الدوري باستثناء مباراه الاهلي. عشان كده لابد يكون في تحضير جيد، وده مستر كولر الحقيقه مأكد على كل لاعبي النادي الاهلي. الاحترام المنافس مهم جدا، لابد دخولنا في المباراه يكون جيد. الراجل اجتمع بيهم النهارده في التدريب في البدايه لمده 10 دقائق، حاول ان هو ياكد على كل هذه النقاط. الحمد لله تراي ماتش سالنا على طبعا انت عارف الاشتراكات وكل المباريات اللي بتبقى بهذا الشكل، ممكن يكون في اصابه، ممكن يكون حد شعر بايجاد. الحمد لله يعني الامور مشيت بشكل طيب جدا، كل اللعيبه ما حدش شعر بحاجه، كله كان بيحافظ على بعضه. هي كانت مباراه بسيطه جدا لكن كان فيها مكاسب بالتاكيد على المستوى البدني. اكدنا قبل كده قلنا الهيت ماب بيبقى ليه دور كبير جدا، انت بتشوف لعيب جري قد ايه في جو وطقس بيكون صعب شويه، في توقيت بيكون صعب شويه. عشان كده نتيجتها بالنسبه للجهاز الفني كانت نتيجه مهمه جدا. النهارده مستمر النادي الاهلي في تدريبه، تدريب كالعاده في تمام الساعه السادسه. الحمد لله الامور طيبه جدا على مستوى الاصابات، طبعا الامور مكرره شويه بالنسبه لعمر وبيرسي تاو، هم الحقيقه منتظمين في البرنامج التاهيلي، هيغيبوا بالتاكيد عن مباراه فاركو لكن ماشيين بشكل منتظم ودقيق جدا في البرنامج التاهيلي الموضوع لهم. طبعا مع علي معلول اللي اكيد برده ماشي بشكل طيب وجيد جدا بالنسبه للتاهيل. الامور الحمد لله بالنسبه لفريق النادي الاهلي ماشيه بشكل مميز وماشيه بشكل طيب في هذا التوقيت اللي انا بكلمك فيه. مستمر تدريب بفريق النادي الاهلي في المرحله الاخيره، الراجل بيحاول ان هو بياكد على الجمل التكتيكيه، الراجل فرج اللعيبه على الهايلايتس بالنسبه لفاركو، بالنسبه طبعا ازاي هيكون شكلنا، التكتيك هيكون عامل ازاي. فان شاء الله باذن الله مباراه فاركو تكون ثلاث نقاط مهمه جدا لفريق النادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري العام. شايفين يعني انا بتفرج، انت عارف انا بتابع التمرين دايما كل يوم في السادسه كريم، النهارده شايف فقرات جديده انجاز التعبير، يعني نوع التدريبات او شكل التدريبات حاجات بنشوفها لاول مره مش متعودين عليها. يعني طبعا زي ما بقول لك امس الحمل التدريبي اترفع شويه بينزل النهارده، طبعا الراجل بيحاول المخطط الاحمال طبعا اندو يكون في اختلاف شويه بالنسبه للتسخين والامور الخاصه طبعا بالتاهيل الخاص قبل التدريبات، وبيكون امر مهم جدا. انت عارف لما بتكون التدريبات مكرره بتسبب حاله ملل سواء على مستوى الكوره او على المستوى الخاص البدني. عشان كده الحقيقه الجهاز الفني بقياده مستر كولر بيقوم بدور كبير جدا في تنوع التدريبات في امور عديده جدا. اولا بتنهي لك حاله الملل الخاص بالتدريبات اليوميه وبالفقرات اليوميه، لازم يكون في جديد. عشان كده بتشوف في كل تدريب فقره جديده، سواء فقره كوره جديده، فقره بدنيه جديده. الحقيقه الجهاز الفني بيقوم بدور كبير جدا في التاهيل وفي التحضير الذهني والتحضير البدني، وايضا كمان الشغل التكتيك اللي بيقوم بيه مستر كولر. فالامور الحمد لله يعني الجهاز الفني ما بيسيبش اي حاجه صغيره وكبيره، بيحضر ليها بشكل كبير. ضغط كبير جدا زميلي احمد زي ما انت عارف، خلاص الامور انتهت بالنسبه لمباراه الزمالك، هتخش مباراه فاركو كل 72 ساعه مباراه، محتاجه مجهود كبير، محتاجه تركيز كبير. فان شاء الله باذن الله نستمر النادي الاهلي في تركيزه الكبير وتكون انطلاقتنا بمشيئه الله في الانتصارات من مباراه فاركو ان شاء الله باذن الله. صحيح صحيح، جدول صعب وشاق جدا 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 مع وجود التدريبات اليوميه، بتتكلم على انه موسم بالكامل مفترض انك انت بتلعب فيه طبعا 34 مباراه، احنا بنتكلم انه من النهارده
لغايه نص 8، يعني نتكلم في خلال شهر ونص الاهلي هيلعب نص موسم تقريبا وصولا ل 17 8 المحطه الاخيره في مشوار الدوري. بتتكلم على انه البطوله او الدور الثاني في بطوله الدوري اللي انت مفترض تلعبه على مدار نص موسم هتلعبه تقريبا من بدايه شهر 7 او من 28 6 لغايه 17 8، هتتكلم في شهر ونص تقريبا. اعتقد انه تحدي كبير جدا قدام مارسيل كولر وقدام اللعيبه وقدام السكواد الاهلي. يعني بالتاكيد زميلي احمد، طبعا مرحله دقيقه جدا فيها تحدي كبير، فيها تلاحم كبير جدا للمباريات، ما بتلحقش ان انت تصحح اخطاء في التدريبات زي ما قلنا قبل كده، ريكفري في تدريبه وحيده في مباراه. مطلوب من كل لعيبه النادي الاهلي ان يكون رغبه متجدده والدوافع متجدده مهما كانت الطقس مهما كانت الظروف. عشان كده بنعذر الحقيقه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني في ظل الضغط الكبير جدا، لكن هو ده قدر النادي الاهلي. كل مباراه بتخشها لابد يكون الهدف هو الثلاث نقاط، الهدف هو انكار الذات للجميع، هو النادي الاهلي. عشان كده ثقتنا كبيره جدا ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي رغم كل الظروف الصعبه جدا دي، لكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي اداه ودود ويستمر النادي الاهلي مشيئه الله بجديته الكبيره وباصراره الكبير في بطوله الدوري العام. بكره المران الاخير وبعده هيكون في معسكر مغلق. بالتاكيد غدا الساعه 6 هو التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، ومن بعدها دخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه فاركو اللي بناكد عليها مباراه مهمه جدا. لكن ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفرقتنا لجهازنا الفني، وان شاء الله باذن الله تكون فرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي بمشيئه الله ان شاء الله. بناكد مره ثانيه كريم، الوحيدين اللي بره حسابات فاركو زي ما قلت لنا بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد، ما عدا ذلك كل سكواد النادي الاهلي جاهز وتحت امر الجهاز الفني. بالتاكيد الجاهزيه كامله لكل اللاعبين باستثناء طبعا عمر وتاو، لكن الحمد لله اطمننا زي ما بقول لك على كل الجاهزيه الخاصه لكل اللاعبين. ان شاء الله باذن الله مستر كولر يكون موفق جدا في اختيار القائمه ومنها ان شاء الله في اختيار التشكيل، وان شاء الله يكون يوم سعيد بمشيئه الله الاهلي وفاركو. مباراه مهمه لكن ان شاء الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد من النادي الاهلي في الجزيره. دي كانت لقطة